أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد. نحن بداية كل سنة بتلاقونا بدنا نهتم أكثر بصحتنا وبنحكي إنه هاي السنة رح نهتم أكثر، رح ننزل وزننا. رح تكون معنا أخصائية التغذية رهف سمارة، رح تحكي لنا عن عادات صحية في بداية هاي السنة نتبعها لنخلي حياتنا صحية، واللي حاب ينزل وزنه بينزل وزنه، واللي حاب يثبت وزنه بيثبت وزنه. صباح الخير ويعطيك العافية، كل سنة وأنت سالمة. صباح الخير كاثي، وكل سنة وأنت سالمة يا رب. إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله سنة خضراء. إن شاء الله. رهف، دائما نحن بنحكي انه بدايه كل سنه بنحب نحط خطط تحديدا لموضوع الصحه. مزبوط. وبتعرف بجائحه كورونا صار هناك ارتفاع للاوزان بشكل او باخر لعديد من الناس. حياه صحيه كيف بدنا نبلش فيها بدايه هذا العام؟ هلا حكيتي شغله عجبتني، صار في عنا زياده بالوزن بموضوع جائحه كورونا. بس لما نطلع على الجانب الايجابي صارت كثير ناس عندها وعي اكبر بموضوع الصحه. يعني صارت الناس هلا فعلا تهتم بشكل كثير اكبر بصحتها. صحيح. فمشان هيك بتخيل او بتوقع انه كلنا أو الأغلبية حاطين من أهدافنا للسنة الجديدة إنه يصير في عنا نظام حياة صحية. صحيح. سواء على الأكل أو على ممارسة الرياضة. صحيح. فنحن هلأ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع. يب. بالضبط. خلينا نشوف أول صورة مع الزملاء. بالضبط. نشوف اللي هلأ أول شغلة نحن دائما بدنا نبلش فيها. أوكي. بس بنقدر نشوف الصورة اللي بعدها. بالضبط. أهداف واقعية. تمام. هاي أهم شغلة. كثير من الناس ما يعني يمكن ما بيعرفوا قد إيه مهمة هاي الشغلة. إنه نحن بدنا نحط هدف واقعي. كتير ناس بتيجي بتقول لك أنا بدي أنزل 10 كيلو بأسبوعين. مش راح تصير. هذا الحكي هلا مو بس إنه ما بصير، بصير عند هذا الشخص إحباط، بالتالي رح يرجع لنقطة الصفر، لنقطة البداية. أوكي. فنحن من أولها بدنا نكون عارفين شو الهدف تبعنا، سواء كان أنا بدي أحافظ على وزني أو بس بدي يكون عندي نظام حياة صحية أو بدي أخسر وزن أو بدي أزيد عضل، يعني كله لازم تمام. يكون في عندي هدف واقعي وبدي أخذ الموضوع شوي شوي. تمام. فكتير ضرورية هاي الشغلة. أوكي. نشوف الصورة اللي بعدها. طيب، من الأهداف الواقعية إنك تحط وزن 100%. معين كمان. خليني أحكي شغلة على موضوع إنه بدهم ينزلوا 10 كيلو خلال أسبوعين. كلنا بنعرف إنه الطريقة الصحية لنزول الوزن هي من نص كيلو لكيلو خلال الأسبوع الواحد. بالأسبوع. بالأسبوع ممكن أول فترة يصير في عنا نزول 2 كيلو لأنه بيكون نسبة كبيرة من السوائل. بالضبط. وبيكون في شوية نزول في الكتلة العضلية. تمام. تمام. خلينا نشوف الصورة اللي بعديها لو سمحتوا. تمام. أوكي. هلا بالصورة اللي بعديها هون التخطيط والتنظيم. تمام. اوكي، شو الفكرة؟ انه احنا لازم نخطط. انا مو بس بدي احول، دائما بحكي بكره بدي ابلش دايت، بكره بدي ابلش. فنحن هاي الافكار بدنا نخليها تيجي على الواقع. انا بدي اخطط، بدي امسك ورقة او قلم، بدي اكون مجهز حالي. أوكي. فهون بشوف صورة الثلاجة بالبيت فيها اكلات صحية، يعني انا بدي اكون جايبة الاكلات الصحية من قبل ومجهزة. يعني بدي يكون عندي البدائل الصحية. بعيدا عن الحرمان. بعيدا عن الحرمان اكيد، بس أوكي. بدي اخفف من وجود المغريات عندنا بالبيت من الحلويات، من الشوكولات، البسكوت، هاي الشغلات. تمام. لانه طبعا لما ينزل مستوى السكر في الدم بيرتفع عندنا او بصير في عندنا افراز لهرمون الجوع، فهون الشخص صعب انه يسيطر على نفسه. صحيح. عشان هيك انا لما افتح الثلاجه تكون موجود عندي هاي الخيارات. نوعيه الصحون هنا عندي هاي الشغلة اللي هي تنظيم الوجبات. أوكي. كتير ضرورية هاي الشغلة إنه يكون في عندي 5 وجبات في اليوم. أوكي. يكونوا منظمين. حتى ممكن أحياناً يوصلوا لست وجبات اللي هي دائماً بنحكي فطور غدا عشاء. السناكات. مظبوط. وهنا بنشوف وجبة الفطور هاي. أوكي. واحدة من أهم العادات اللي لازم هاي ضرورية إنه ندخلها على حياتنا للسنة الجديدة. بالضبط. إنه يكون في عندي وجبة فطور. كتير ناس بيصحوا الصبح بيشربوا قهوة مع حبة الشوكولات، فنحن بدنا ندخل وجبة الفطور. تمام. كمان شغلة ضروري ندخلها اللي هي الترطيب. أوكي. وبما إنه نحن هلأ تمام. بما إنه نحن هلأ بفصل الشتاء وصار عندنا الجفاف عم بيزيد هاي الفترة، فكتير ضروري نركز على موضوع الترطيب. نشرب مي بكميات كافية، سواء كل 8 كاسات يومياً. للأطفال وللكبار، وممكن عند الرجال يتجاوز 8 كاسات، ممكن يوصل 10 كاسات بهاليوم. هلا هون في كمان شغلة زي مقارنة سريعة ما بين حبة الفواكه نفسها وكاسة العصير. أوكي. على موضوع الترطيب كتير ناس بتفتح الثلاجة تأخذ عصير أو مشروبات غازية. صحيح. فنحن شايفين لما بدي أخذ حبة الفواكه نفسها رح يكون عندي سكر أقل. تمام. أما كاسة العصير رح يكون سكر أعلى. أوكي. وبالمقابل لما بدي أخذ حبة الفواكه نفسها رح يكون سعرات حرارية أقل، وهناك بيكون السعرات الحرارية أعلى. وبحبة الفواكه الألياف أكثر، أما بالكاسة الألياف أقل، والتنين بعطوني نفس تقريبا نفس شعور الشبع. أوكي. فنروح ناخذ دائما الحبة الفواكه نفسها ما نروح للعصير. مكملات غذائية. مكملات غذائية بالضبط. كيفني معك. هلا هاي الشغلة اللي كتير حبيت إني أحكي عنها، لأنه بالفترة الأخيرة مع فيروس كورونا انتشر كتير إنها الناس صارت تروح تأخذ المكملات الغذائية. نعم. تحديدا فيتامين سي. أوكي. فنحن بدنا نركز في بداية هاي السنة الجديدة إنه نأخذ العناصر الغذائية والمعادن من المصادر الأساسية تبعتها أو المصادر الطبيعية. أوكي. من الخضروات ومن اللحوم. تمام. وطبعا من الفواكه. تحديدا فيتامين سي
حبة الفوات عند فيتامين سي اللي كتير انتشرت آخر فترة صحيح. فيها 1000 ملغرام. نحن باليوم نحتاج ما بين 75 إلى 90 على مختلف ما بين الرجال والنساء. أوكي. يعني أنا عم بحكي حبة برتقان أو حبة كيوي أو نوعين من الحمضيات رح يغطي لي احتياجاتي بعيداً عن المكمل الغذائي من فيتامين سي. أصلاً بيحتوي على زنك في أنواع. فشوفي أنت قدي أنا عم باخد كميات أكبر لما بدي أخدها بحبة الفوار. أشياء بتكون الجسم ما بيحتاجها. أوكي. تمام. ما بكون في استفادة منها. يعني إحنا مثلاً هي بتكون 1000، أنت بتأخذي احتياجك والباقي الجسم بالزبط. ما بيحتاجه بيتلفخ. بس يعني. في شغلة كتير ضرورية بهذا الموضوع إنها الناس لما بدها تأخذ الفوار أو الأشياء المكملات الغذائية بدها تشرب مي كتير منيح. طبعاً. لأنه رح يصير في عنا ترسب وهاي الشغلة لازم كتير نركز عليها. صح. لأنه الأغلب ما بعرفها. تمام. بالفترة الماضية كنا كتير نسأل هذا السؤال. نشوف الصورة اللي بعديها. أوكي. يلا. هلا هنا بدنا نحاول نلاقي بدائل. هاي الشغلة رح تفرق على المدى البعيد. صح. يمكن الناس بيشوفوا هاي عادات بسيطة وصغيرة بس رح تفرق. دور كتير كبير. أول إشي السكر. طبعًا إذا قدرنا أن نخفف من السكر تدريجياً عن بداية السنة بيكون كتير منيح. يعني إذا أنا متعود أحط 3 معالق بصير معلقتين مرة على مرة معلقة. إذا كتير بحب الطعم الحلو ممكن أبدله بمعلقة عسل. أوكي. أوكي. هلأ من ناحية سعرات حرارية العسل فيه سعرات حرارية عالية. يعني فيه تقريباً المعلقة الصغيرة 21 سعرة حرارية. بس بضلها بس أقل. بضلها من ناحية صحية. يعني اللي بده يخفف وزنه بده يبتعد عن التنين. طيب إحنا بنحكي عن الحلويات اللي هي الموجودة اللي معنا. بتكون دائماً موجودة بالبيت. هذا الصحن بيكون محطوط بالنص أو المطبخ. فنحاول نبدله بإشي حلو. بيكون. بالضبط. نحاول نبدله بخيار تاني مثلا. يكون عندنا صحن فيه فواكه مجففه. اوكي. يعني اوكي فيه تمر. بالضبط. شغلات حلوه بس تكون صحيه اكثر. اوكي تمام. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. لا هيك خلصنا. بالضبط. طيب. هذه العادات لو بلشناها رهف قديش رح ننزل من وزننا بدون ما نحرم حالنا بشكل قاسي؟ تمام. هلا هاي الشغلات رح تصير تبين معنا على المدى البعيد. رح تلاقي الشخص بعد شهر نازل من كيلو لاتنين كيلو. خلينا عشان نكون واقعيين. هاي في حالة ما كان بده يتبع نظام غذائي محسوب وسعرات حرارية محسوبة وإشي يكون كتير صارم. طب في بعض الأشخاص بيجي بيحكي لك أنا ما بقدر إلا ما أخذ حلو. لازم الشوكليت أو أي نوع من أنواع الحلويات تكون موجودة بحياتي. تمام. بس بحكي لك ممكن أستغني عن الجنك فود، عن مثلاً العصائر، المشروبات الغازية وإلى آخره، ولكن الشوكليت. كيف تتعامل مع هذا الشخص؟ بالعكس، نحن لما بدنا نعمل نظام غذائي لتخفيف وزن أنا بحط لهم الشوكليت. بس شو بنختار؟ الشوكولاتة الدارك تشوكليت. أوكي. الشوكولاتة الداكنة طبعاً بكميات محددة. ممكن تكون 25 إلى 30 جرام، يعني قد حجم الإصبعين، علبة كبريت. أوكي. تكون كسناك باليوم. وبالعكس هي تعتبر من الأشياء الصحية. يعني الدارك تشوكليت صحية. وبما إنه هلا كنت عم بسمعكم تحكوا نحن بفترة توتر وبتعتمدوا عليها لهرمون السيروتونين. فالدارك تشوكليت فعليا بترفع هرمون السعادة. كمان كتير ضروري نحكي عن موضوع لعب الرياضة. أكيد. ممارسة التمارين الرياضية على بداية هاي السنة. ما نحط أهداف كتير قوية زي ما حكينا. تمشي حوالين البيت. بالضبط. نبلش تدريجي. أطلع الدرج، أروح على المشوار القريب مشي بدل ما أستخدم السيارة. يعني شغلات خفيفة. نحن ما عم نحكي لأروح سجل بنادي أو أشترك بالجيم. أوكي. شغلات تكون بسيطة نحن بيومنا نغير فيها. طبعا. هاي الشغلات رح تفرق معنا كتير لقدام. طب رهف خلينا نحكي كمان عن الأطفال. نحن بنشوف زادت أوزان الأطفال وصار في عندهم سمنة تحديدا جائحة كورونا. قاعدين بالبيوت فيش مدارس. بدنا تيبس أو نصائح للأمهات اللي عم بيحضرونا هلأ. إيش نعمل وجبات صحية لأولادنا وبالمقابل فيها ألوان وما رح نقدر نحرمهم من الجنك فود كمان. تمام. هلأ موضوع الأطفال كتير ضروري إنه نحن هاي الشغلات اللي حكيناها لما بنبلش نعمل هاي البدائل نبلش نتبع عادات صحية جديدة نعود أطفالنا من هم وصغار عليها. تمام. فنحن بنصير اللي هو بنسميه التسوق الذكي. انه نحن نعرف شو نجيب على البيت. عشان هيك هاي الشغله كتير اساسيه اللي هلا طلعت الصوره الثلاجه. وكان في جنبها صوره لانش بوكس. هاي كتير ضروريه كمان للاطفال انه انا احضر له اكله. بس بما انهم هلا هم بالبيت بالعكس هاي فرصه الامهات انها تكون عم بتراقب طفلها شو عم باكل. تمام. فهي بتقدر بهاي يعني بهاي الفتره انها هي تصير تعطيه السناكات تكون اشياء صحيه. مثال على واحده من الوجبات اللي هي الخضروات المقطعه بنحط معها مثلا معلقتين حمص معلقتين لبنه يكونوا مثل دب يغمس فيهم الخضروات. والأطفال دائما لما يكونوا ملتهيين بتعطيهم بياكلوا ما بينتبهوا شو بياكلوا. صح. وكلها شغل التعويض. حتى اللبن صارت تنكة مثلا بالثوم بالأعشاب بالبصل فبتعطي طعم مختلف. حتى الزبادي صار في عنا كتير بنكهات زبادي بالفواكه. صح. فكتير صار في عنا خيارات هلا تسهل على الأمهات هذا الموضوع. والبشار كمان بحبوا الأطفال. طبعا والبشار بنعتبره وجبة كبديل. صح. عن الشيبس. صح. ويعتبر وجبة أو سناك صحي. أوكي. هلا نحن بالشتاء دائما بحكي أنا مشروبات الشتاء عالية بالسعرات الحرارية. يعني مثلا عندك الكابتشينو عندك الفربتشينو المشروبات بشكل أو بآخر. كيف بدنا نقلل من السعرات الحرارية الموجودة بهذه المشروبات لمن بحبها؟
والأشخاص اللي بيحبوا الأعشاب، قديش كمان الأعشاب مفيدة وبتشبع بشكل أكثر من مثلا هذه المشروبات؟ مثلا نحكي على الشاي الأخضر، القرفة، الميرمية، أيضا الزعتر لطيف. هلا بالنسبة للأعشاب طبعا كتير مفيدة جميعها، كلها تحتوي على مضادات أكسدة وإلها فوائد كتير عديدة، وهلا بفصل الشتاء مهم ضرورية للترطيب وكمان ضرورية بتعطينا شعور بالدفئ، يعني برضو بنقدر نستفيد منها. بس شو الفكرة بالنسبة للأعشاب؟ إنه نحن ما نضيف عليها سكر مصنع، صحيح، هاي أهم شغلة. أما بالنسبة للمشروبات الثانية، طبعا هذا أكثر سؤال بنسأله تحديدا للي بيشربوا كتير نسكافيه، نحن ممكن نجيب المكونات بالضبط، دائما نبعد عن الأشياء اللي بتكون اللي هي الانستنت كوفي أو الأشياء السريعة اللي بباكيت وبتحضريها بسرعة، لأنه فيها مبيضات عالية، هي هاي أخطر شغلة، المبيض المشكلة بالضبط، المبيض هو المشكلة. فنحن من ناحية هاي المشروبات نحاول نحن نعملها بالبيت أو نجيب الأشياء، يعني أنا أجيب مثلا النسكافيه نفسها في مبيضات صارت قليلة بالسعرات الحرارية، أو نبدلها بالحليب طبعا هذا أفضل شيء، وبدل السكر عسل. في ناس بيحطوا الحليب المبخر أو الحليب المكثف المحلى، هاي بتكون السعرات حدث بلا حرج. بدنا نشكرك رهف سمارة العزيزة على تواجدك معنا لليوم، وإن شاء الله نشوفك بحلقات قادمة ونتحدث أيضا عن أمور تغذوية. شكرا جزيلا. أهلا، شكرا. مستمرين معكم في يوم جديد، ولكن سننتقل وإياكم مع الزميلة لانا الزيدان بهذا التقرير، خليكم معنا لنشوفه سوا.